معنى ان انا بشرح حاجه هندسه تقيله صعبه نيلك 60 نيله ان انا مبقاش يعني كان عادي انت بتضحك مش بتعمل جريمه. في ناس بتتخيل ان انا لو ضحكت في وش الوجداني يعني هيبدا يتصرف ها ديسريسبكت شويه كده لو الدكتور بيشكلنا بوظ تمام؟ ولا تكون اللي بتشرح بنت، انا بحب اقول ليك دايما ما بحبش اقول بنت. والخلفيه هي بتتكلم ان هي تضحك فاللي قاعد يقول ضحكت يعني قلبها مال. تمام؟ حركات مصريين يعني مش عايز اقول لك بقى. طبعا عظيم مفضوحين في كل حته. تمام؟ لا اصلا انت بتتكلم علشان تكون انت ريلاكس. الريلاكس جستشر بتاعت البني ادم ان يكون مش تنشن، مش تنشن يعني وشي مش مقلوب، انا وشي يبقى مقلوب يعني مفيش اي نسيستي ان وشي يكون مقلوب. او بس ان يكون في حاجه وانا بوجه لك رساله او ببسم بوشي حاجه. انما الطبيعي ان انت يكون وشك في وش البني ادم اللي قدامك بتضحك اتليست للايس بريك. الراجل اللي حد يسال عمري ما هدخل اسال واحد يلاقي وشه مقلوب وش مقلوب في وش يعني خلاص يعني ده انت في شباك البيت ولو دخلت لقيت حد نموذج مدام كوثر ولقيت وشها مقلوب بتدور على شباك تاني طب والله اسنكت احنا كلنا مكفين تمام؟ دي بالنسبه لك خد بالك منها علشان لو فلتت منك البيت دي اشوف ماشي؟ فاللي هو ايه؟ ما هواش هيكون سمايل تمام؟ مش ضحك انت بتبتسم بشكل ماشي الكلام؟